السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. سعداء النهاردة تواجدنا مع شبكة إعلام المرأة العربية، شبكة إعلام المرأة العربية التي قدمت العديد من الشخصيات البارزة النسائية. وسعداء النهاردة أن احنا يكون لنا لقاء مع المستشار الصناعي الدكتورة منال الغمري. أهلا بحضرتك يا دكتورة. يا أهلا وسهلا بيك. تجربتك يا دكتورة من خلال شبكة إعلام المرأة العربية. أنا تجربتي من خلال شبكة إعلام المرأة العربية، احنا قعدنا فترة طويلة مع الدكتور معتز. الفترة دي علمت الواحد حاجات كتير جدا، استفدنا منها حاجات كتيرة جدا. دكتور معتز دايما خد الشبكة بكل جوانبها، الانساني، العملي، الصناعي، التجاري، الفني، كل شيء. فانا سعيدة جدا ان انا المستشار الصناعي للشبكة، وسعيدة جدا ان انا انتمائي وانضمامي للشبكة شيء كبير جدا في ظل الدكتور معتز صلاح الدين. انطباعك بقى عن ندوة شبكة إعلام المرأة العربية والشيء اللي بتقدمه وتقديمها للقيادات النسائية البارزة؟ هو حاجة طبعا جميلة جدا ان هم بيقدموا القيادات، بتديها دفعة وفي نفس الوقت بتدي دفعة للناس اللي موجودة. يعني لما حد بيجي يلاقي واحدة اتحدت صعاب وعملت حاجات كتير، اعتقد بالنسبه لها بتبقى الامور زي ما تقولي، عارفه ان هي ما بتبقاش صعب، بتبقى سهله، سهله عليها ان هي تعمل حاجه زي كده. لما واحده زيها شافتها ان هي تحدت صعاب وعملت وكبرت وخلصت وبقت حاجه كبيره، بتتمنى انها تكون زيها، فبتديها الحافز ان هي توصل للمرحله دي. عامه احنا بنشكرك جدا يا دكتوره، ونتمنى لك مزيج من النجاح باذن الله. ميرسي كتير، ربنا يخليك يا رب، متشكره جدا. شكرا.